نوع آخر من أنواع الأسئلة اللي موجودة عندنا هو القائمة المنسجلة. ده نوع مهم جدا وعادة بيستخدم في الكليات الطبية أو بيستخدم في السيناريو، بمعنى أنا عندي سيناريو معين خلينا نختاره وأشرحه لحضراتكم أثناء إعداده. بيكون أنا عندي هنا بقول للطالب مثلا أجب أو مثلا اختر الإجابة الصحيحة في كل سيناريو. هنا بيكون في سيناريو، بمعنى السيناريو اللي موجود عندنا انا ممكن اقول للطالب مثلا ان في عندي سيناريو معين ان في الكليات الطبيه ان مثلا في ده مريض عنده مثلا 15 سنه عنده مجموعه من الاعراض، هي الاعراض 1 2 3 4، ايه التشخيص المناسب لهذا المريض او ايه الدواء المناسب لهذا التشخيص؟ فبنكتب السيناريو للطالب وبيبقى موجود عنده مجموعه من الاختيارات هي اللي فيها الاختيارات الخاصه بالسيناريو ده او السيناريوهات الاخرى اللي احنا هنضيفها. او ممكن احد السيناريوهات ممكن تكون مثلا مساله حسابيه او سيناريو لمساله حسابيه او مثلا عباره عن تجربه في مثلا الكيمياء مثلا، فبشرح له تجربه معينه بقول ايه هي مثلا اسم التجربه اللي انا شرحتها هنا، او نظريه من النظريات مثلا في الرياضيات وايه هي اسم النظريه اللي موجوده عندنا. هو اقرب الى التوصيل او الماتشنج ولكن بيظهر بشكل مختلف وانا هوري حضراتكم ازاي بيظهر عند الطالب. فمثلا ده السيناريو الاول اللي موجود عندنا، بكتب نص السيناريو تمام. طيب بامكاني اضيف سيناريو ثاني من خلال اضافه خيار جديد نضغط عليه، وممكن اكتب كمان السيناريو الثاني اللي موجود عندي هنا رقم 2، وده السيناريو الثاني اللي موجود. طيب منين احدد الاختيارات للسيناريوهات اللي انا وضعتها هنا؟ بداية حابب أوضح إن الاختيارات هنا هتكون موحدة عند السيناريو الأول والسيناريو الثاني، يعني أنا هيظهر عندي هنا مثلا ممكن أضع دلوقتي 10 اختيارات. تمام؟ هي نفس ال10 اختيارات هتظهر للسيناريو الثاني. منين تحديدها؟ من خلال تحرير الخيارات. منين تحديد السيناريوهات؟ من تحديد الخيارات. بنضغط عليها. تمام؟ وبنبدأ هنا نضع الاختيارات اللي تظهر للطالب. مثلا في السيناريو الاول نقول الرياض مثلا، مكه، المدينه، قصيم، يعني ونفرض دي الاجابات او الاختيارات اللي هيختار منها الطالب 1 2 3 4 5 6 وهكذا. اي عدد من الاختيارات بامكان حضرتك انت تضعه هنا في هذا السؤال ونضغط على موافق. بعدين بنحدد الاجابه الصحيحه لهذا السيناريو. السيناريو الاول الاجابه الصحيحه مثلا كانت مكه. السيناريو الثاني كانت الاجابه الصحيحه هي القصيم. حابب اضيف سيناريو اخر ايضا بامكاني هنا اضع سيناريو اخر او اكتب راس السؤال رقم 3 مثلا، نضع هنا نص السيناريو اللي مطلوب ونحدد الاجابه الصحيحه. لو نلاحظ هي نفس الاختيارات اللي بتظهر لكل السيناريوهات، مثلا الاجابه الصحيحه هي 5. كم عدد النقاط او الدرجات لهذا السؤال؟ هنخليهم مثلا 4 درجات. طيب نلاحظ هنا جزئيه مهمه جدا، الاربع درجات دي هنا الطالب امتى يحصل على اربع درجات او يحصل على الفول او الدرجه الكامله لهذا السؤال؟ في حال ان هو اجاب على السيناريوهات الثلاثه بشكل صحيح، بمعنى ان اخطا في احد السيناريوهات هياخد صفر، يحسب له النظام صفر في هذا السؤال. ودي جزئيه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنستخدم هذا النوع من الاسئله. يبقى لازم الطالب يجاوب على الثلاث سيناريوهات اللي موجوده بشكل صحيح عشان ياخد درجه السؤال. لو أجاب على أي واحد منهم خطأ فهيحسب له الدرجة بصفر. وهنشوف إزاي إحنا نقدر نحلها ولكن بنوع آخر من أنواع الأسئلة. طبعًا نتأكد إن خلط الخيار ديت مفعلة تكون الجميع، لأن قلنا إنها مهمة جدًا، بحيث يعمل ترتيب عشوائي للاختيارات اللي موجودة عندي وللسيناريوهات اللي موجودة. تمام كده احنا انشانا السيناريو اللي موجود عندنا وعرفنا ازاي نضيف الاختيارات اللي كانت بتظهر هنا في القائمه من خلال الضغط على تحرير الخيارات. وبقيه الاختيارات او الخصائص اللي موجوده كما هي لكل الاسئله. نضغط على حفظ ونضغط على خروج.